يدي واش زاد واش نقص فرق مزيان. الرجلين اثقلوا ده اه الرجلين ثقلوا ثقلوا عليك بزاف. احكي لي باش راك حاس. لا مزيان مزيان فاش مزيان مزيان راك احنا مزيان يعني وصف لي مزيان بالوصف دقيق. ونحس بالاكتيفيتي زعما ديال الاخر ماشي شي حاجه اللي هي مزيره ولا نحس راسي خفيف فهمت. الضرب مابقاش يوجعني غير شويه هنا في الكتاب زيد. تبدلت الاوضاع بزاف؟ لا تبدلت شويه ولا ما والولاد ما بغاوش يجي قدر الله ما شاء الله. والله عاود اخويا محمد عليه غادي تكسبلوزا عاود يسكت ما شاء الله. حلمت شي حلم البارح؟ لا والو. عندك السيمانه قبلوه راني عاود ترك البارح عاود. واش قلت؟ واش قلت؟ قلت كل البارح اللي حلمت واحد جا عندي نعس هكا جا واحد خرج بحال بويته من تما في القنت ديال البيت فهمت. الاخر هو عريان حاشاك فهمت وداير الاخر بحال اللي رمى دي كلشي الاخر ديال الروكور ديالو ودايرها فهمت. وداك الشيء كيبري اللحم ديالو كيبري ماشي. انا قلت له مركب منصور وانا نفيق فيها. كش قلت له؟ قلت مركب منصور. مركب منصور هذا الرجل كي درت عرفت انت بلي سميتو منصور. ايوا غير هكا حسيت بصحته مهدوده. هو زعما هكا وداك الشيء عاد جون ماشي كبير. غدا ليه جات عندي واحد المراه لابسه الاخر جلابه ليمونيه فهمت ودايره الاخر كلشي من هنا العين هذا العين اليمنيه كتشوف فيا خلات غير العين اليمنيه اللي كدير الاخر وهي طويله غليظه شويه فهمت بقات غير كتشوف بحال اللي بغات تكلم معايا وداك الشيء ما عطيتلهاش الوقت. ما عطيتلهاش الوقت هذيك هي. وغدا ليه وانا نشوف الاخر كنت ناعس وانا نشوف الحيط ديال الاخر هكا واحد المراه بحال تصويره تبان غير من هنا فهمت ولكن دايره بحال داك الشيء ديال الحيط القديم اللي كنا نديرو العيالات مع دايره الاخر دايره واحد الخمار بيض واللباس بيض. هادشي السيمانه اللي فاتت. يلا سيري كيسوا فصليه بسم الله. حاول تهبط ديك الكمامه شويه وتهبط الشاشيه عبطها واحد شويه عبطها واحد شويه هاك صافي حيد داك السطل من تما جيبو حيد هذا يمكن لا لا خلي معليش شوف كحزو هنا ولا خرجو كاع على برا كاع خرجو علينا دي برا بو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه شفاء للناس أعوذ بالله من الشيطان قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشفى صدور قوم المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تتجلى كل عاشق 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 تصرع كل عاشق تفضح كل عاشق تتجلى كل عاشق تظهر كل عاشق تفضح كل عاشق تتجلى كل عاشق سكنت وظلمت عاشق سكنت واعتدت عاشق سكنت وآلت عاشق سكنت وأمرضت عاشق تسمع وترى عاشق تقدس تتوارى عاشق تستخفي تتوارى عاشق تختبئ تتوارى عاشق جني عاشق تسمع وترى عاشق تستخفي تتوارى عاشق تختبئ تتوارى عاشق تندس تتوارى عاشق جني عاشق جني عاشق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تتجلى كل ظالمة تتجلى كل ظالمة تتجلى كل ظالمة سكنت وظلم الظالمة تتجلى كل ظالمة سكنت واعتدى الظالمة تتجلى كل ظالمة أكلوها بسحر مرشوم ظالمة تتجلى كل ظالمة سلطوها بسحر مرشوش قيدوها بسحر مرشوش كبلوها بسحر مرشوش كبلوها بسحر مرشوش مسلطة بسحر مرشوش خادمة لسحر مرشوش دخلت بسحر مرشوش توكنت بسحر مرشوش عمرت بسحر مرشوش جنية بسحر مرشوش خادمة لسحر مرشوش بسحر مرشوش بسحر مرشوش جنية تسمع وترى جنية تدس تتوارى جنية تستخفي تتوارى جنية تختبئ تتوارى جنية عادت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في البام والعتبة عادت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في البام والعتبة باعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في الباب والعتبة باعدت القلوب والأجساد بين الأزواج بسحر مرشوش في الباب والعتبة بسحر مرشوش رشته قريبة بسحر مرشوش رشته قريبة بسحر مرشوش رشه حسدا بسحر مرشوش بسحر مرشوش بسحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مرشوش علي خادمة يخدمه خادمة توكلت به خادمة تسلطت به خادمة عليه جنية خادمة سكنت وظلمت خادمة بسم الله والله أكبر ممن سكن وظلم ممن سكن واعتدى ممن سكن جنية عطلت كل شيء باعدت في الفراش بين الأزواج عطلت كل شيء باعدت القلوب والأجساد بين الأزواج عطلت كل شيء جنية جنية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لمن سكنت وظلمت واعتدت وآلت في الجمال آلت في الرزق آلت في المال آلت في الصحة آلت 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 يسحبون
راس وطرف يسحبون من الدم والدماء والعروق يسحبون من الأيدي والأرجل يسحبون من كل مكان يسحبون من كل مكان يسحبون من كل مكان من كل مكان من كل مكان. بسم الله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير. أجيبوا داعي الله 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 أجيبوا داعي الله. ومن لا يجب داعي الله ليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قلت لنا أن السحر محشور إذا بطلت خرج. ما فهمتش. قلت أن السحر المرشوش إذا وفق الله سبحانه وتعالى وبدل هذا السحر المرشوش تخرج. حاولي توضح بكلامك تكلمي ما تنحنحيش علي أنا هنا. أعطيني شي حاجة مفهومة بغيت نفهمك وش راك تقول. صار مركبين لك الجام ولا قولي لنا شي حاجه مفهومه. قلتي بعظمه اللسان ديالك شي جامد شنو شاكي تقول هاد اللغه هادي تعمل سيريانيه ولا ميتافيزيقيه تاو شي نفرك كالكواج غنبغي نقول لك واش خاجري والله قبضت شي ود فهادشي انا بغيت شي راقي مجتهد يتعلم هاد اللغه هادي يزيد يجتهد معنا ان شاء الله. الاجتهادات هذه تاهي داخلة في الاجتهادات انك تتعلم التخربيق تاهي داخلة في الاجتهاد. اختي غادي نضربك غادي تبقاي تهضري بتمازيغت عرفتي تمازيغت شيحة وهاني غادي نوض لك وغادي نشرب لك شنطة غادي تفكري غادي تفكري شيحة بزاف ديال الحوايج غادي تفكريهم في هذه الحالة. غادي نسولك وإلا ما جاوبتينيش غادي نضربك بالعربية أولا بعدا غادي تنوض من بلاصتك وتجي تجلسي هنا حدايا نوض روح نوض ها هو الكرسي سوى صافي متفضل فليتفضل مشكور انتي قلتي لنا ان السحر المرشوش هضرتي بالعربيه هذيك المره ما هضرتيش بهذه اللغه هذه قلتي لنا انه اذا بطل السحر المرشوش غادي تخرجي. نعم نعم واش قلتي؟ نعم نعم واشت فانا غادي نسولك واحد السؤال وحاولي تكوني صادقه معايا. واش راكي باغي تاكلي العصا؟ لا مزيان سيبي راكي باغي تخرجي بصحه وسلام ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله مزيان اش قالك تضرب ادبه على هادي لو كرهنا شي كولا ولا حنا نعطيها لك ما كانش
وديك التخربيق اللي كنت كتهضر به قبيله علاش زعما بغيتي ديري البوز بغيتي ديري كينيزال الملولي لا ما فهمتش فهمت. واش زعما هذيك اللغه اللي كنت تهضري بها قبيله تكلم بها اللغه ديالك ايه مزيان نقدر نثبت لكم ان هذه اللغه لا وجود لها هذه اللغه ديالك انت نعم غادي نثبت لكم انها شي تخربيق قررت انا الليل طويل هذه الحصه حتى لي غدا جيبوا معاه الوقت حتى تخرج ان شاء الله نعم ان شاء الله واخا دابا هذه اللغه ديالك نعم مثلا دوكا تقدري تهضري معايا باللغه ديالك يا شيخ ولا كلش 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 قايتي يقول لك كلش كلش جاتك اسيدي انا بغيت انا غادي نطلع لك اسئله وجاوبيني عليها اللغه ديالك كي كتسميو الشجره باللغه ديالك ايش تقول كاو ايش كوا كوا واخا كي كتسميو البرويط باللغه ديالك ايكلي كوا ايكلي كي كتسميو الشجره ايك شرون كلاو ها انت زلقتي طلق جاج حروف واخا هذه ما لغه ما حتى حاجه هذا كذب داعينا من الكذب وداعينا من البوك نعم كتكي كدفشي نعم لقيتش كذبي نعم على زعما لقيتش كذبي واش غتستافدي الا كذبتي واش غتستافدي الا كذبتي ما هي الفائده الا كذبتي الا بديتي ديري البوز ودابا مشكله دوك المشكل كنا بحال هاد النوع ديال الجنون اللي كنطلعو انشراقي مسكين عاد باغي مسكيني يخدم على راسو غادي انظروا ان جنية تتكلم بلغه غريبه ويقرب عندها ويزيد الكاميرا ياكل يسولها يقولها لا ترجمي لي هاد اللغه وحنا لو كان نقبلوا سبوره ونكتبوا نقولوا لها شجره كنسموها باللغه ديالك وتعطينا داك الاسم وننقزوا لشي حاجه اخرى نعطوها خمسه ديال الاسماء نعاودوا نسولوها من جديد تغلط ما كاينش هاد الشيء هذا حاليا هذا تخربيق تخربيق هذا مش تخربيق تخربيق هذا تخربيق هذا مش تخربيق نعم تخربيق واخا دابا هاد التخربيق حنا غادي ينفعنا في شي حاجه اللغه ديالي اللغه ديالك وهاد اللغه ديالك لقيناها ما كايناش كاع اصلا نعم ما كايناش ما كاينه ما كايناش الرقيه مشات رقيه الزلمه قال لهم رحم ربي واخ انتبهتوا هذه المعلومات هذه نثبتها للناس هذه تنفع الناس فيها طرفه وفي طيتها خير كثير نعم غادي نمشيو معاك حنا مزيان وغادي نديرو بحال اللي حنا ما نفهمو بغيتك تقولي لي هي بلاتي بصوت منخفض تعطيني الشجره كي كتسميها باللغه ديالك اش واش واش ايش واش واش ايش وايش وايش واخا وبرويط كي كتقولي لها باللغه ديالك بيروت بيروت ها انت غلطتي واخا وخبزه كي كتقولي لها باللغه ديالك بلايتو بلايتو واخا والسكين كي كتقولي لها باللغه ديالك شيب 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 واخا والمنزل كي كتقولي له باللغه ديالك تيروت تيروت واخا والمعشقه معلقه كي تقولها باللغه ديالك بيت فيت بيت فيت واخا وهاد البانون هذا اللي راني ناكلو كي كتقولي له نسمات نسمات ضمت البنة ايديال هادي ولا شو ميشا ولا نسمات نسمات واخا كي كتقولي الشجرة باللغة ديالك شاو شاوت هذا رفع التحدي مع دوك اللي حاطين هاد العناوين تاع لغات غريبة يتكلموا بهذا الجني واخا هاي غلطت واخا كي كتقولي البرويط بيروت بيروت قلت لنا بيروت بروات واخا كي كتقولي كي كتقولي المعشقه بيستي ها انت غلطتي ها انت اخوتي انت ما تشوف هذه اخطاء فادحه ها انت غلطتي شر البليه ما يضحك يعني ليس كل ما يقال على السنه الجن يصدق نقوم نزرعوه في عقول الناس وتعم به البلوى وتضيع به الامه الفساد هذا راه مفسده هذا ما يسمى باسم الاجتهاد لو كان
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عرضوا علي رقاكم، لو كان كان دابا ويقول لهم عرضوا علي الرقى ديالكم ما مصيب المردان رقاكم كاري لغات مصيبة، والله العظيم لا مصيبة، والله العلي العظيم أقسم بالله لا مصيبة. واخا كي تقول لي المعشقة نسمت نسمت قلت لنا نسمت سيدي قلت لنا نسمت كي غلط. واخا كي قلتي لنا كتقولي للسكين بيتوت قلتي لنا شيب شيب انا اثبتنا لكم ان ليس كل هذا شوف هي طرفه ولكن فيها خير، احنا نثبت لكم ان هذا الجن كيكذب. وراه دابا كتلقى يمشي مشيه غريبه يقول يتكلم بكلام غريب ما عرف شنو يدير بكلام شيء غريب يكعبر بشكل غريب يطفطف بشكل غريب يبرويط بشكل غريب يزرويط بشكل غريب يأكل بشكل غريب يتشكل بشكل غريب يغمس بشكل غريب. راه ماشي كل حاجة كتقال كتصدق، وراه ماشي كل شيء اللي كيقولوا الجنيت بحال هذاك تاع قبيله غفر الله لنا وله وصلى الله نشفيه من هذه اللحظه. قالوا الجنيت الدرصه ديالك فيها الرصاص بلا نهار مسكين مشى يقلع الدرصه فيها الرصاص ضيع درصه بها بالرصاص ودرصه كتعدل بفلوس ضيع ضاع الدرصه ضاعت. ونجي دروكا جايبت لنا هذه اللغه هذه، ولكن بعض المرات لابد اننا ندير واحد الفاصل ونواصل ولن يضيع الوقت ان شاء الله باذن الله، لان عندنا الوقت طويل حتى لا يقول اي واحد اللي يسمع لهذه المقاطع او تقطع يعني في وقت من الاوقات ويقول لك شوف كان يضيع الوقت، فانا لا اضيع الوقت، وقت الحصه طويل واضح. بالعكس نستغل الاشياء التي ارى فيها نفع للامه وتنفع البلاد والعباد نقولها، نستغل الفرصه ونقولها وادل الناس على الخير ونمحو الخرافات من عقولنا، لانني ما اكثر الاشياء اللي شفتها بامي عيني راي العين. نعم نعم عناوين غريبة عجيبة، قد أكون أنا كنت سابقا أفعل هذه الأشياء، ولكن الحمد لله رب العالمين أشياء تافهة أشياء يعني لا ما تصلت وما ما يتشاف يعني فهمت. طيب احنا دركا وجدنا أن ما عندكش انتي لغة، هذه اللغة هذه اختراع دفشتيها ياك. نعم احنا بغينا ننقزوا هذا الكلام هذا. دابا انتي اللي بديتي كتكلمي بهالطريقة هذه وبدون سبب، غير بانت لك بغيتي تطنزي علينا، غير بانت لك بغيتي لغة الأحصينة، بانت لك بغيتي تطنزي علينا تجيبي بينا وقيتها. نعم 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 بغيتي تطنزي. نعم غادي نطنز عليك مزيان. نعم ونقول لك واحد الحاجة، هذا راه والله لا ديال العواد، هذا أقسم بالله لا ديال الخير، غادي نضربك به حتى لقيت نحنحي، لقيت نحنحي غادي 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 تصلصلي غادي عرفتي 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 كيقولوا لك تبوريضة تبوردي معايا هاد النهار هذا غنديرو لك التبوريضة هاد النهار. كتبغي تبوردي؟ مانا فصيلة انتيا بعدا مانا فصيلة انتيا مانا نوع مانا نوع اي الشكل اللي انتي كتشكلي فيه مثلا ولا خارج هاد البدن هذا كتشكلي عليه ولا الهيئة اللي خلقك عليها الله عز وجل خارج هاد الجسد هذا. أسيدي توقفوا على هذا السؤال، تخرجي طاعة لله تخرجي عاد النهار هذا ديالك غادي نمسلوك وندير لك مساج مساج شينواز هادي عرفتي ذاك المساج عرفتي ذاك المساج الجديد نتاع طقطقة طقطقة العظام ولا طقطقة العظام سمعت طقطقة سمعت ذاك الشيء نتاع الطيابات في الحمام العظام نطرطقهم لي ما كان زين على هاد الطنزة اللي طنزتي علينا هيك شواش واش وهاد هاد الواش الواشين هيا تعزمي انه سليمان الحكيم هاد نوريك تخرجي انا الوعد ديالك انك تدلينا على مكان السحر ونحيدو داك الشيء اللي وريتي لنا انتيا وتمشينا معك على داك الشيء اللي قلتي انتيا باش انتيا تخرج يعني الا درنا معك هاد المجهود هذا كامل وما خرجتيش غادي نقلبوا معاك الوجهه ونقلبوها لدرب تاع الصبانه درب التبانه درب يعني الصبانه يعني العصا بالدارجه الوجديه وان نضربك ضرب البعير واننا نبقاو نضربوك حتى تلف لك الشرق مع الغرب نضربك نحتقد شي بالمقلوب انت عوده انت عوده الله عايش معنا في هذا الحماق هذا نمشيو معك سيدي انت عوده تخرجي طاعة لله طاعة لله وما ديري ليش شي فيلم درامي وديري فيها غتخوي حيت راني قررت نضربك بغيتك شوفي انا بغيتك ترجعي لديك البلاصة اللي هيها ونعطيك دقيقة
وديري بادره باش تخرجي، حيت الا ما خرجتيش غادي يسمعوا الحس ديال الغوات ديالك بحال هكا. السمع ركزي معايا، شكي غادي نبقى نضربك، غادي ندير لك طقطقه في العظام، الا عندك شي عظم ما شادش في بلاصتو غادي يقبضها. يلا طلق راسك، نوض نوض كحز عليه. انت بديت تخاف شويه. جعنا والله الا جعنا هذا النهار. قمت بالرجيم طفات له اللامبه. يلا يلا امضان، يلا اختي يلا 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 ما تبورديش علينا هنا. يلا الصربان تاع ولاد علاه، طلقي راسك ويلا طلقي راسك. ها كنستناوك، راه عندك الوقت باش موراها نوضو نعطي وقت لها ديال العصر. تفضلي تفضلي. انا كنستناك انا كنستناك. بالك ندير لها مسده نمسدوها. عمرك كليتي فلاقه؟ لا غادي تاكليها اليوم ان شاء الله، وغادي نطلعوا فيك وغادي نكرموك وغادي الاكرام. داك الشيء روعه. اجي اجي قبض بحال هكا زوج بعدي تخرجي تخرجي؟ نعم نعم شعيات. نشوف انا نضرب عليك ضانون وانت تاكلي العصا، ماشي عيب. ربي ما يبغيش هاد الحاله.
ربي واش خلقك باش تعذبي؟ نخرج 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 نمشي بحالي نخرج نمشي بحالي نخرج نمشي بحالي ديك العصا نخرج نمشي بحالي انا هكذا ماشي عيب انا ناكل ضانون انت تاكلي العصا ضانون ديالي كملت وانا صحتك صحتك انا نوريك الصحه كي دايره هز لها رجليها عمرك كليتي فلاقه في حياتك وقولي لا لا واسبق لك كليتي فلاقه لا لا قولي والله لا والله ما والله 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 وكولي فلاقه كولي والله 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 تخرجي اش هاد الكلمه تاع نخرج نخرج كراهتها طلعت لي بصحتي تخرجي الا تخرجي واه احنا معاك نخرج دابا دابا نخرج دابا نخرج منين دخلتي منين دخلتي نخرج رجع له الرطي نخرج يسمع نخرج الله الله نخرج منين دخلتي منين دخلتي منين دخلتي من البلاصه اللي دخلتي منين دخلتي والحق منين دخلتي منين دخلتي منين دخلتي برجلي برجلي ايوا كولي خرجي دابا نخرج دابا نخرج نشوف واش غتخرج ما خرجش نعاود نخرج 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 يلا اختي يلا نعاود نعاود نتهلاو فيها يلا بابا يلا يوفقك طلع عزك متخافيش فلاقه ماش حاجه اللي صعيبه ولا شي امر اللي يخوف واش هادشي يخوف صعب الصمد ما يخوف ما يخوف هادشي هادشي سهل نخرج 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 قلتي هان ابدا عما كنتي فلاقه لا والو قريتي في صغرك دخلتي المدرسه لا ما قريت قولي والله ما قريت فين كنتي عايشه كوري كوري عايشه غير برا فين برا فين فين كنتي عايشه برا احنا بغينا احنا بغينا نكتشفوا هاد الجنيه الحياه ديالها المهنيه والوظيفيه يعني واش كان الدور ديالها في هاد الحياه كتسمعيني واش الدور ديالك في هاد الحياه فين كنتي عايشه كنت عايش غير برا مع الويد كنت عايشه غير برا مع الويدان واش انت واش انت هي بعدا شكون عايشه مع الويدان اه يلا ما زابيل ولا لا زابيل طلع زكونك قلت لك المزال شوف راكي كنخدم بزاف وكنعيا كنبقى الله شي يصبروا معنا هذا النهار بصح اليوم تخرج ان شاء الله اليوم باذن الله تخرجي اه ما خرجتش ضحكتك مليح تخرجي صافي صافي تخرجي دابا دابا يلا تلقي راسك عاوني راسك عاوني راسك عاوني راسك خصو يحس بيك خرجتي موت علينا حق موت علينا حق لا لا خليها تجبد راه ما غاتخرج متأكد واش خرجت ولا لا اوه لو كان ما تخرجش لو كان ما تخرجش تلقينا 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 بسرعة 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 لا تجرطان تلقي راسك عمركم شفتوا عودة عايشة في الوديان؟ كذوب كذوب كذوب
شوف اكبر شوف احنا عندنا نسبه الماء في جسم الانسان 95%، هذا تفسير ديال العلماء، 90% على ما فجسم نسبه الكذب في جسم الجن 99%. كذاب. خرجتي ولا مازال؟ عاود تاكل العصار، هاد الجب الدرك علينا وهاد تكسل وهاد داكشي تاع وصحابتك راه كيف في حمام الدرجه ماتل ماتل كنت كتشوف هاد اللي طلقها تفكر ولي قبضها تعرف علاش باش تعيا تخرجي راه تخرج من الفراش كتخرجي منين راه كتخرجي منين عفوا عفوا موال مزيان زيد بسم الله عجل 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 تما لولو غير حاج تسمعني؟ كتسمعني؟ جاك النعاس؟ راك مرتاح؟ الحمد لله الحمد لله خويا محمد الحمد لله بقى هكاك حاول تنوض باش نسولك شوية اي 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 اقلع الشاشة واجي جلس انا حدايا ضيع الاخر اذا كتصور لا لا ماش نصور غير اجي اجي راني قلب الكاميرا الحمد لله يا جلس يا رب لا بالله العلي العظيم حاول تحكي لي ملي طحت وتجبدت وحسبت شي حاجه كتطلع مع فمك احكي لي واه كدير كنطبلوك هنا قبض هذا الميكرو قربوا لفمك شويه سمعت قرب ندير له ونطبلوك في الصدر كتبلوك في صدرك في الصدر وكان زيدت واخا احكي لي وصف لي وصف لي زعما ندير بحال اللي كنتعصب نتجبد في المسابيف واخا دابا راك حاسب شي حاجه خرجت منك واه درك معايا ندير الاخرى تشوف سخفت مره واحده سخفت مرة عمرو وقع لك هكا قرب الميكروفون لا سي لا بريمير اول مرة اول مرة انا قال الشهد هذا الغرب اللي عجبني راه اول مرة اول مرة الحياة ديالها زعما راه فوتها غير قرب الميكروفون سمعت قرب ميك الحياة ديالها فوتها غير في التمارة ولا تشوف حتى سرفنا زيد سمعت حتى سرفنا اخويا محمد اسمح لي راه عندي لا معليش ما تجهز خذ كلينيكس المهم راك حاس باللي كانت شي حاجه طلعت من الجسم ديالك مع فمك واه تقدر تقول لي واش راك مرتاح؟ لا راني مرتاح 100% راني مرتاح الحمد لله 100% قول لي اعطيني شي بلايص كانوا يضروك ما بقاوش كيضروك دابا في هاد الدقيقه عندك الظهر عندك الكتف كلشي ما راهش يضرك لا انا من البارح ما بقاش يضرني بصح هو البارح ملي كنت درت معايا رونديفو جدي راه تعرف بيت مع الصباح ويوم بصح ملي رشينا داك الساحل المرشوش البارح وحيد لا حسيت بحاجة مزيانة هو حسيت فرق كبير الحمد لله ارتاحيت وزاد عاد انت ما شفتش داك اول البارح مع بقيت كنفكر غير كيصرف لسي محمد زعما ما عرفتش سي مولاك حتى الثلاثة ديال الصباح انا ربي ما ندير التليفون ما تجاوبني كانت باقيت لنا اخر حاجة لا ما خرجتش حرقوها بالشاي لا كي قال لك داك السيد صب عليه بعصا وكاين شي اخوة مساكن كيدخل عندي مسكين يقول لي ضرب يا ودي راك فايق لا ضراب يا ودي فين تضرب ما شاء الله اخي الله المستعان الحمد لله شوف انا غادي نقول لك انا ارى والله اعلى واعلم ان الامر واضح ان الحمد لله شفيت ولكن لحفاظا على سلامتك ديما كنخلي واحد النسبه مئويه انه باقي الشك ولكن انا كنقول لك في هذه الدقيقه انا اميل امين انه نسبه كبيره انها خرجت والحمد لله وركزوا على كلامي امين نسبه كبيره انها خرجت واتمنى ذلك ان شاء الله وان شاء الله باذن الله عز وجل غادي ندير واحد القضيه
غادي تمشي للمنزل ديالك كثر من العبادات، وانا اعلم انك رجل صالح يعني تعبد الله عز وجل على حرط. اسمعني الله يجزيك بخير، كثر من العبادات، سمع سوره البقره، ايه الكرسي مكرره، الاذان مكرر، هذا الزيت نلقاتك البارح لو كانت طلعت معايا الفوق راه كان تام الاخر القران يجبد، راه ما كان خليش دوك منين جيت انا خليت الاخر ما قلتهم صدق غادي يمشيوا لي باش قطعوا عليا سونيش قدر الله ما شاء الله. افهم الحمد لله على كل حال. واه خويا مرحبا الوالدين جزاك الله خير. امين تعطيني ذاك ما نختموا شي دعوه من القلب لهذا الاخ هذا، دعاء دعاء ان شاء الله لهذا الاخ ربي يشفيه لانه مر باحزان وظروف وضغوطات في الحياه ديالو لا يعلمها الا الله عز وجل. كل سائر مرضى المسلمين اللي زاد ضيقهم وحزنهم وهمهم. لا 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 راه كاميرا في وجهك مكاني. مرضى المسلمين جميعا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. كل مرض يتألم ولا يعلم بضره وألمه إلا رب الأرض والسماء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، كن اللهم ربي معنا في كل خطوة نخطوها. اللهم أنزل رحمتك وسكينتك على كل مرض يتألم، اللهم صب صبائب رحمتك على كل مرض يتألم. اللهم اشفي مرضانا مرضى المسلمين وعافي مبتلانا يا رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك وشفاءك وعلاجك ودواءك على كل مرض يتألم. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب ترفع بها البلاء تنزل معها رحمتك والشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم اشفهم بشفائك ودوهم بدوائك. اللهم أنزل علينا القرآن العظيم بردا وسلاما وسكينة ورحمة وهدى وشفاء ونورا يا رب العالمين. اللهم أنر به قلوبنا، اللهم أنر به صدورنا، اللهم أنر به بصيرتنا. اللهم يا ربي اجعله شافعا لنا يوم القيامة، يوم الخزي والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سألك بحق حروف كتابك المقدس العظيم وآياته وأسطره يا رب العالمين، اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، كفنا شر الأشرار، كفنا شر الأشرار يا رب العالمين، كفنا شر السحرة الأشرار يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة، اللهم باعد بيننا وبين كل عائن وعائنة، اللهم باعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة، اللهم باعد بيننا وبين كل ظالم وظالمة، اللهم باعد بيننا وبين كل عائن وعائنة، وباعد بيننا وبين كل ساحر وساحرة، وباعد بيننا وبين كل حاسد وحاسدة. اللهم يا ولي الصالحين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ناصر المظلومين والمستضعفين، أسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها يا ذا المن والفضل والجود والكرم، اللهم ارحمنا رحمة واسعة تشمل بها صغيرنا وكبيرنا وشيخنا وآباءنا ومن علمنا وأجدادنا وأمهاتنا. اللهم يا رب اشمل علينا رحمتك، اجعل رحمتك تشملنا جميعا وسائر المسلمين في أقطار الأرض وأمصارها. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر عنا العيوب، اللهم لا تحاسبنا بذنوبنا، اللهم لا تعاقبنا بذنوبنا، وارحم ضعفنا وتقصيرنا في حقك وجنابك يا رب العالمين. لك الحمد على أدق النعم وكلها وجلها وصغيرها وكبيرها، ما حمدناك حق حمدك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نسألك فعل الخيرات ترك الفواحش والمعاصي والزلات والآثام والمنكرات، كلنا يا رب وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم يا فاتح أبواب الفرج، يا عاليا بلا درج، يا من شق البحر لموسى حتى خرج، أخرجنا وسائر وكل المسلمين من الضيق إلى الفرج. لا إله إلا أنت أعز جارك جل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك ولا رب سواك، ولا إله غيرك ولا رب سواك، ولا إله غيرك ولا رب سواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. اللهم إن فهم مسلمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقل ربي زدني علما. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل اللهم رب على محمد في الأولين وعلى محمد في الآخرين وعلى محمد في الملائكة على يوم الدين، صلاة تامة كاملة أبدا ملء السماوات والأرض، صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتهدي بها قلوبنا وتصلح اللهم رب بها حالنا وأحوالنا
لنا والحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي ما كان مصاب فمك وحدك وما كان خطأ أو سهم أو زلان زيان في طريقة فقرة ونطق الكلام فأمن نفسي من الشيطان والله رسول منها وبراء والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. راه كنت غادي نجي معايا واحد ولد الاخ اللي ولد الله ساعه كان مشغول يا صاح قدر الله ما شاء فعل صونيت عليه منين درت ديبار عيد الصونيه ما جاوبنيش حتى وصلت وجد هذا التليفون قال له ودي راه كنت مشغول انا ذاك الشيء قال لي وما سالفش التليفون كونسيرونس وما تشاؤون الا ان شاء الله غسل وجهك بالماء بارد والرقبه ديالك تدخل الطواليت هز كلينكس ولي رجع لعندي محمد راه اللي حلف الصح قلت له غادي نرجع عليك انت. الله المستعان. ما شاء الله اخويا ابو احمد، ما شاء الله ما شاء الله اخويا. انا لو كنت سالتني المره لو كنت شفت حياه الصغار هي مغلفه.